فريق النادي الاهلي ازاي؟ يعني لو انت بتحلل الفريق بشكل عام يعني. يعني طبعا في الاول مبروك على المكسب 3 نقاط في ظل تلعق المباريات والإجهاد اللي موجود. الراجل طبعا عمل بعض التغييرات في بعض المراكز. النادي الأهلي كان عنده إصرار من البداية الحقيقة أنه هو يعني يبقى في هدف مبكر، وقلنا مفتاح المباراة اللي هيبقى الهدف المبكر اللي جه من جايه في الدقيقة 23. وضيع واحدة هي الفكرة برضو أن أنت بتوصل كتير، بس برضو في إضاعة أهداف، لازم يبقى في تركيز أكتر في طبعا احراز الاهداف، الفرص اللي بتضيع دي. كمان النادي الاهلي برضو النهارده يعني في بعض اوقات المباراه كنت حاسس ان هو مستعجل، برغم ان هو كسبان مثلا 1-0 كان في استعجال شويه، وده كان بيدي برضو فرصه ان يعني للفرقه الثانيه ان الكور بتتقطع وبيبادلك الهجمات، لان طبعا فرقه مصر خلاص الجول الاولاني دخل، واحنا قلنا قبل كده قبل المباراه ان هو مش هيجي يتكتل ويسيبك، لا هو جاي يلعب قدام النادي الاهلي، يلعب يبين قدرات لاعبيه وان هو يبادل النادي الاهلي الهجمات، وده اللي حصل. يعني حتى شفناه برغم الهدف بعد كده الثالث بيكمل وبيهاجم النادي الاهلي. في بعض الحاجات اللي ممكن يعني برضو اقولها دلوقتي، ان احنا برضو حته الاستعجال حتى بعد الهدف الثالث ادت ان يبقى في عليك ضغط وبعض الهجمات المرتده اللي ممكن نتكلم عليها فيما بعد يعني.